يا مساء الفل والهنا. كل واحد فينا وهو صغير اتربى بالناس، الناس دول أهله وناس تانية مش أهله، لكن يمكن أهم وأقرب من أهله. في ناس في وسطنا ممكن تكون في طفولتها حد من الأهل فارق، لكن بعد ما فارق الناس اللي مش أهله دول بقوا أهله، بقوا حواليه، ما ينساش أبداً علاقته بيهم بالذات في طفولته. أنا مثلاً اتربيت في عمارة كبيرة شوية، والعمارة دي كان ليها بوابين، والبوابين دول كانوا عيلة، وكانت عيلة كبيرة من أسوان، وكان كبير العيلة دي اسمه عم علي. عم علي ده كان له مهابة واحترام لدى سكان العمارة اللي هي 12 دول بروكين، يعني حوالي في الدور فيه مثلاً 6 في 12 ما عارفش بكام شقق، وكان كمان فوق السطوح فيه أوض مسكونة. عم علي ده كان محترم من كل سكان العمارة، قمر زي القمر، راجل مهيب وطويل كده، جلابيته بيضة ناصعة، عمته بيضة ناصعة من أسوان فسماره قمر، شخصيته عظيمة، محترم جدا في بلده وفي مصر وفي العمارة. الراجل ده كان أمين على كل عيال العمارة، ستات العمارة، الشغالين اللي في العمارة بجميع أطيافهم، كان أمين على كل ركن في العمارة في صيانته وفي الحماية وفي الرعاية وفي النظافة، جدا بتبرق كانت. الراجل ده وأنا صغيرة لما كنت أنزل أستنى أتوبيس المدرسة ما كانتش ماما بتنزل معايا، كان عم علي هو اللي بياخد باله مني، ولما كبرت شوية وإخواتي بقوا ينزلوا عم علي اللي بيقف معاهم، ولما أنا خلفت عم علي اللي كان بيقف مع بنتي لحد ما يركبها أتوبيس المدرسة، ولحد ما يوصل بالساعة يقف يستلم كل عيل راجع، سواء جاي بأتوبيس المدرسة، جاي بتاكسي، جاي ماشي، يستلمه ويوصله لباب الشقة. عم علي هو اللي كان واقف معانا لما أبويا توفى وبقت أمي لوحدها بثلاث بنات. عم علي كان بيصوننا، بياخد باله مننا وبيحمينا، ومفيش مخلوق يطلع الشقة إلا لما يكون عم علي عارف أصله وفصله. وهكذا كان سلسال عم علي كله. العيلة دي على فكرة عيلة كبيرة جدا، وعيلة منها فنانين كبار في مصر جدا، كلهم بيحترموا عم علي ده جدا، كان صاحب البيت، صاحب العمارة، الراجل اللي راعينا واخد باله مننا واللي نشتكي له. ولما كبرت شوية أفتكر إنه كان ابتدى نظام إنه الأمناء الشرطة يبقوا في الشارع ويمشوا اتنينات اتنينات كده، وأنا كنت بنزل الساعة 5 الصبح عشان آخد عربية الإذاعة علشان أروح أفتح الإذاعة الشرق الأوسط الساعة 6 الصبح. كان عم علي يقف معايا لحد ما يطمن إن أمناء الشرطة بتوع الشارع بتاعنا اللي إحنا كلنا عارفينهم ييجوا ويسلمني ليهم، لأنه عارف أصلهم وفصلهم ومصاحبهم وشاربين شاي مع بعض وبيستأمنهم على بنته، بنت العمارة. البواب هو الأمين، وهو الشخص اللي إحنا كلنا بنعيش في حماه. علشان كده النهاردة إحنا بنلقي التحية والسلام على بوابين مصر. الشغل مش عيب، العيب انك تقعد مستني رب الكون يرزقك من غير ما تسعى. ناس شغالين لا قالوا لا على شغل ولا قالوا ده عيب، راضيين، لا هم مكسوفين من شغلهم ولا منتظرين منك غير الابتسامة الحلوة وكلمة شكرا. ارسمها على وشك وخليها على لسانك كل ما تشوفه.
فضيل. ازيك يا فضيل؟ الله يكرمك يا مدام سعاد. الله يخليك. اسمك فضيل ايه؟ فضيل احمد النجار، اللبز احمد والنبز النجار، عيلة النجار يعني. النجار منين؟ من اسوان، من ادفو. من اسوان، من ادفو. اهلا وسهلا. الله يخليك. عز الناس. الله يكرمك. انت شغال فين؟ شغال وسط البلد. فين بقى؟ في شارع البستان. في ده في باب اللوق. فين عمارة شكلها ايه؟ عمارة حلوة. ايوه حلوة. ازاي يعني؟ عاملة ازاي؟ يعني طويلة. كام دور؟ طويلة؟ قديمة بقى. قديمة، من التراث القديم. ايوه والله. يعني ايه من التراث القديم؟ يعني من ناس زمان، يعني من البنيان الاصيل، العراقة، التاريخ، مصر يعني، القاهرة. يا واد يا جامد. يعني سقف عالي، المدخل ايه مثلا؟ المدخل واسع، براح. والعواميد تحسيها ضخمه، يعني زي بتوع زمان، يعني كل واحد بيعمل لمكانه يعني. انت مثلا دلوقتي اليومين دول تحس العمود مرخي. العمود الخرساني. زي كده يعني، يعني كل واحد. طب انت حاسس انك قاعد في بهو عماره فخم يعني؟ انا حاسس مش فخم. ما فخم دي يعني ايه؟ انا حاسس قاعد في تاريخ. الله عليك، فانت بتحافظ عليه بقى. يعني انا لما مثلا اجي احب اروح مصر، وسط البلد، عابدين، باب اللوق، العتبه، الحتت دي مصر. انما اي حته ثانيه صراحه بحس ان انا عادي في منطقه ريفيه او صعيديه او كده يعني. يعني انت لما انت فين الحته اللي تتغرب فيها؟ لو خرجت من شارع البستان ورحت حي تاني، ايه اللي تحس غريب فيه؟ اي حته خارج النطاق ده. خارج النطاق ده. يعني مثلا لو رحت المهندسين مثلا، شكلها ايه بالنسبه لك؟ بتوه فيها. بتوه. مع ان انا بروح واجي فيها وتمام. بس بتوه فيها، بحس ان انا بعدت من اسوان. يعني انا بعدت من اسوان. انما انا في 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 شارع البستان، في وسط البلد. بحس انا مصري. غريب قوي الاحساس ده. مش عارف والله، بيجيني الاحساس ده. من جيرانك، من المتعاملين، الدكاكين اللي حواليك، من من ايه؟ ايه اللي بيخليك تحس انك هنا مصري قوي؟ الريحه بتاعت مصر، ريحه المكان. بس ايه الراجل الجميل ده؟ انا بشم مثلا ريحه وسط البلد، بشم ريحه مصر فيها. انما لو رحت مثلا حته تانية، الزمالك، المهندسين، مدينه نصر، مصر الجديد، المعاد، ما بشمش ريحه مصر. عادي بشم احساس عادي. انما انا بقول مثلا باجي مصر، مسافر رايح فين؟ رايح مصر راح اشتغل. بقى رايح مصر راح اشتغل، بقى رايح وسط البلد، عابدين. فرق يعني في الناس ولا في ايه؟ انا ما اعرفش والله. الاحساس بيجيني من الريحه الاول، وبعد كده من الناس القديمه، الناس السمراء، الناس اللي قاعدين على القهاوي بيلعبوا شطرنج. يعني اولاد بلد. تحس ان في ناس بتخاف على بعض فيها شويه. غير الحتت التانية تحسيها فافي كده، وايه، واخدين تقاليد غرب. يعني معلش يعني في الكلمه، حدش يزعل مني. بس انا ايه يعني، بحس مصر يعني وسط البلد. الخديوي اسماعيل كان مجنون بباريس، حاول يخلق من القاهرة باريس الشرق. والقاهرة الخديوية كانت حلم ضاع مننا وسط زحمة البياعين والسريحة ومحلات الهدوم والجزم. وسط البلد أو الداون تاون زي ما بيحب ناس يقولوا عليه، ما بقتش حتة من باريس ولا حتة من القاهرة. احنا قتلنا اخر امل لتطويرها، وخسرنا حلم خديوي كان بيحب القاهرة. انا كنت شغال، خدت 5 سنين في شركة سياحية الاول. كايه؟ مندوب يعني، كنت في شركة سياحية في مندوب. حج وعمرة وكده. خدت في وسط البلد، حبيتها، بعد كده سبت الشركة وروحت.
لما جيت حبيت ارجع مصر ثاني دورت على حاجه وسط البلد مش عايز اطلع مني يعني ببقى عندي فراغ ما بحبش اروح هنا واروح هنا الا للشديد القوي لما يكون عندي قريب عيان واحد عنده فرح واحد كده بتحرك انما غير كده ما بتحركش من المكان. طيب احكي لي بقى عن العماره نفسها بسكانها اللي هي القديمه التراث الحاجه اللي انت عاشقها قوي من بابها دي. الحاجه اللي انا عاشقها من بابها بيفكروني مثلا بالجد بالجدة اللي الواحد اللي فقد القعدة معاهم مثلا واحد نفسه يقعد مع جده كده دلوقتي يسمع حكاوي زمان ومش عارف ايه وكنا وبنعمل دلوقتي في ناس كبيرة في السن في العماير دي وسط البلد بتفكرك بالتراث ده ان انت عايز تعرف حكاية مثلا احنا عندنا واحدة مشهورة اسمها الأستاذة مديحة عزت هي كاتبة في روزا اليوسف طبعا أستاذة مديحة طبعا أنا بطلع لها مثلا باخد مثلا هي جابت كتبت حاجة بتقول لي والله يا فضيل أنا كتبت كذا اقراه والله لا والله أروح أجيب الجريدة وأروح أقرأ المقال بتاعها في يعني تحس في إيه مثلا أصالة. ناس يعني ناس كبيرة في السن يعني ليها تاريخة إنما دلوقتي مثلا تحس تروح مثلا مكان تاني عادي مصريين عادي كده مصريين زي بعض كلنا صعايده فلاحين ارياف قاهريين سويسه ده تحسين ايه مصريين وخلاص انما الاول مصريين عن جد بيخافوا على البلد دي بيخافوا على وضع البلد دي بيخافوا على يعني احنا في ناس بتخاف دلوقتي بس هي مش عارفه تعبر مش يعني مش عارفه انت جايب الكلام ده منين انت صغير انت عندك 37 سنه انت كنت بتقعد في طفولتك مع جدك كنت بقعد مع جدي مع برضو يعني مع ناس تانية زي جدودي يعني بقرا بس هي مش كده بتبقى في الدمويه يعني في الدم يعني انا جدي كان حارب في اليمن وخد طلقه في عينه لمؤاخذة وعينه عمي صفت وبعد كده قعد بقى يحكي لنا موضوع اليمن وحرب اليمن ومش عارف ايه فيمكن احساسي ان انا ايه في الدم ماشي في واحد مثلا يقول لك انت مصري يقول له انا مصري البطاقه مصري طب ايه يثبت انك مصري انا عايز اشوف الدم كده الاقي حروف ميم صادره في الدم بتمشي انما انت اي واحد اي بني ادم بيرضى في البلد دي يعني بيحب البلد دي نجيب ايه فصيله الدم بتاعته لو لقينا ميم صادره يبقى مصري انما البطايق ما كلنا مصري ما ممكن واحد يبقى من السعوديه يجي ياخذ الجنسيه، واحد من برا عايش طول عمره برا ومصري وعايش طول عمره برا، طب ايه الفائده؟ ما خدناش حاجه. فده يعني وسط البلد يعني مصر يعني القاهره يعني ايجيبت يعني كل حاجه. يا اللي فاكرين ان الناس طبقات، ناس طبقات في المخ. بس